بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاوز أكد بس على معلومتين. في مفهوم اسمه الاكسبكتد فاليو والفيريانس. لما يكون عندي مثلا مجموعة شيبس زي دي كده، شيب رقم 0 1 2 3 4، والبروبابيلتي اللي ممكن يحصل فيها عيوب، أو البروبابيلتي اللي هي ممكن يكون في عيوب مثلا في الشيب الأولى والتانية والتالتة بنسبة 44%، 30%، 15%، 10%، 5 من 100. فاحنا ممكن نحسب الـ expected value of defects. هنا بنحسبها ازاي؟ في قانون لازم نكون عارفينه، اللي هو القانون ده، اللي هو لو رجعنا ورا شوية كده هنلاقي في قانون اسمه expected value للجزء اللي هو فيه توالي والجزء اللي فيه توازي، ماشي؟ اللي هو المفروض القانون ده اللي هو بيقول لي expected value، اللي هو المفروض الـ average يعني بتاع الـ expected value of defects، بيساوي أو ممكن نرمز دي بحاجة اسمها الميو، بيساوي summation بتاع الـ x في الـ probability of الـ x. فبكل بساطة لو قالك احسب لي الـ expected value هنحسبها ازاي؟ هناخد كل قيمة x ونضربها في الـ probability بتاعتها، بس هنجمع الكلام ده كله على بعضه، فهيبقى 0 في 4 من 10 بلس 1 في 3 من 10 بلس 2 في 15 من 100 بلس التلاتة في 1 من 10، اللي هي طبعا بتاخد أرقام من نفس الجدول المكتوب عندك ده، وأربعة في 5 من 10، 5 من 100، يديك الرقم اللي هو 1 و1 من 10. تمام كده؟ طيب السؤال الأولاني مثلا بيقول لك هات لي البروبابيلتي بس بتاعة الإكس أقل من أو بيساوي 2. فطبعا أنت بتروح للجدول ده أقل من أو بيساوي 2، فأنت معاك الاتنين ومعاك الواحد ومعاك الزيرو، فهتجمع التلاتة دول على بعض اللي هو 4 من 10 و3 من 10 و15 من 100، هيديك 85%. طيب لو هي أكبر من الواحد فأنت طبعا هتسيب الزيرو وهتسيب الواحد، فهتروح للاتنين والتلاتة والأربعة، فنجمع التلاتة دول على بعض فهيديني كام؟ هيديني 30%. طيب لو قالك احسب لي الفيرينس، الفيرينس ليه قانون آخر اللي هو سيجما تربيع أو السميشن بتاع البروبابيلتي أوف الإكس، ماشي؟ البروبابيلتي أوف إكس اللي هي البروبابيلتي دي اللي هي 4 من 10 لحد 5 من 100 في الاكس ناقص الميو، ميو ديت اللي هي الاكسبكتد فاليو اللي احنا لسه حاسبينها من شويه، الاس التربيع. فطبعا لما تيجي تعوض عن الكلام ده هتاخد البروبابيلتي اللي هي 4 من 10 وتضربها في الاكس اللي هي 0 ناقص 1 و1 من 10 تربيع بلس القيمه الثانيه بقى اللي هي 3 من 10 في الاكس بتاعتها اللي هي الواحد ناقص الواحد وواحد من عشرة تربيع بلس، هتاخد بقى القيمة التالتة اللي هي 15% في 2 ناقص الميو اللي هي 1 1 من 10 تربيع، وهكذا لحد ما توصل إلى الرابع ده وتجمع الكلام ده كله وتحط له القيمة بتاعة الفيرينس اللي هو عاوزها. طيب لو قال لك أنا عاوز الستاندرد ديفيشن، فأنت هتجيب الجذر بس بتاع قيمة الفيرينس دي، تجيب الجذر لإيه؟ للفيرينس. تمام؟ طيب فطبعا ده القانون العام بتاعنا اللي هو الاكسبكتد فاليو بيساوي السمشن بتاع الاكس في البروبابيلتي في الاكس، والاكس طبعا هي الايه، هي الراندوم فاريبل اللي موجود عندنا اللي احنا شغالين عليه. طيب ده لو انت شغال ايه، ده لو انت شغال على ديسكريت فاليوز، يعني ارقام ديسكريت زي اللي احنا شغالين عليها من شويه دي. لو ارقام كونتينوس مش 0 1 2 بقى، لو ارقام كونتينوس فالمفروض القانون بيختلف شويه، اللي هو التكامل من ماينس انفينيتي الى بلس انفينيتي، وبعد كده الاس اللي هي قيمه الاكس ديت في الفانكشن في الاكس مضروبه في الاكس اللي هي يعتبر ايه، كانك بتجيب التفاضل بتاع القيمه بتاعه مين، بتاعه الاف اكس دي. طيب طبعا خلاص عرفنا القانون بتاع الفيريانس وعرفنا الكوفيشنت اوف الفيريانس، ان احنا بنجيب لو احنا عاوزين نحسب الستاندرد ديفيشن نجيب الجهاز الرئيسي بتاع الفيريانس. خلاص كده احنا وصلنا الى القيمه اللي احنا عاوزينها، ماشي؟ لو احنا عندنا مثلا مساله اخرى زي دي كده، المسألة دي بيقول لي إن أنا عندي مثلا intervals من 1 لحد 10، والباكتس وعدد الباكتس الموجودة في الانترفلز دي 5 4 4 3 1 2 1 5 3 1، ماشي؟ ديت number of packets received by router R1، فنفترض إن ده راوتر 1 وعدد الباكتس اللي هو بيستلمها كده في إيه، في 10 سكند يعني. فالانترفلز بتاعتنا دي هي السكند نفسها، هي الثواني يعني، من 1 لحد 10، والباكتس دي هي عدد الباكتس اللي بتعدي في كل ثانية. طيب عشان نحل مسألة زي دي، هو بيقول لك انا عاوز الاكسبكتد فاليو وعاوز الفيرينس وعاوز برضه الستاندرد ديفيشن. طيب فعشان تحل مسألة لازم تجيب البروبابيلتي، فهنجيب البروبابيلتي هنعتبر ان ده هو الاكس، الباكتس ديت هي الاكس، هنشوف كل قيمة من دي اتكررت كام مرة. فمثلا الواحد اتكرر 3 مرات، فهنحط له هنا الواحد الابيرنس بتاعه 3
والاتنين ده الابيرنس بتاعه كام؟ اتنين اتكررت مرة واحدة بس تقريبا، والتلاتة اتكررت مرتين، يعني هنا في تلاتة وهنا في تلاتة، وأربعة اتكررت مرتين وخمسة اتكررت مرتين. هنجيب البروبابيلتي بتاع كل واحد فيهم اللي هي طبعا المجموع بتاعهم 10، فأنت هتقسم كل واحد على قيمة 10، فيديك 3 على 10 اللي هي 3 من 10 وواحد من 10 واتنين من 10 واتنين من 10 واتنين من 10، تمام؟ طيب عاوزين نحسب دلوقتي بقى إيه؟ الإكسبكتد فاليو. الإكسبكتد فاليو طبعا لما تيجي تبص كده على الإكس هتلاقيها قيم ديسكريت، فلما تيجي تحسب بالفانكشن دي يبقى هي السمشن اكس في البروبابيلتي اوف الاكس. طيب الاكس اللي هي اول قيمه كام؟ اول قيمه كام الاكس اللي هي قيمتها بواحد. طيب البروبابيلتي بتاعتها بكام؟ اللي هي 3 من 10، يبقى 3 من 10 بلس 2 في 1 من 10 لان الثاني 1 من 10 والثالث 2 من 10 والرابع 2 من 10 والخامس 2 من 10، فكله 2 في العشر 2 من 10، بس هتحط ايه؟ هتحط هنا 1 2 3 4 5 وتحسب الكلام ده كله، فهيديك 2.9 بيكتس. ديت الـ expected value of packets، ماشي، أو الـ average، يعني average number of packets اللي هي بتعدي على الراوتر ده. طيب عاوزين نحسب دلوقتي الـ variance، قلنا القانون بتاع الـ variance في الـ discrete اللي هو بيقول لي summation بتاع الـ probability of الـ x اللي هي مثلا أول واحدة اللي هي 3 من 10 دي في الـ x ناقص الـ expected value اللي أنت لسه حاسبها من شوية اللي هي 2.9 دي، ماشي، تربيع. فطبعا الكلام ده كله summation، فهيبقى واحد طبعا اول قيمه اصلا اللي هي الاكس ده اساسا البروبابيلتي في الاكس دي بتساوي 3 من 10. طيب يبقى 3 من 10 اهي، دي 3 من 10 وحطيتها هنا، والاكس دي اللي هي قيمتها بواحد يبقى واحد ناقص، والاي اوف اكس اللي هي كام؟ اللي هي 2.9 من 10 تربيع، زائد الثانيه بقى اللي هي القيمه الثانيه اللي هي 2 ناقص 2.9 من 10 تربيع في 1 من 10 اللي هي اصلا البروبابيلتي الثانيه، بلس 3 ناقص 2.9 من 10 تربيع في 2 من 10 اللي هي البروبابيلتي الثالثه، وهكذا وانت ماشي تحسب الكلام ده كله، فيهديك 2.29. ده الـ variance of ايه؟ ده الـ variance of الـ x. طيب عاوز تحسب الـ standard deviation، فهجيب الجذر بتاع الـ variance ده، فهيديك القيمة اللي انت شايفها دي كده، تمام كده يا جماعة؟ طيب مسألة أخرى عندي برضو number of failures والـ probability بتاع الـ failures لكل حاجة، فعاوز يحسب برضو الـ expected value والـ variance of الـ x، فبرضو ده discrete. عرفنا خلاص بقى ان الـ expected value بتساوي الـ summation بتاع الـ x في الـ probability of الـ x، يبقى 0 في 18% بلس 1 في 28% بلس 2 في 25% وهكذا، واحسب الكلام ده كله فيديك 1.82، والفيرنس بتاع الكلام ده هيساوي القانون اللي احنا اتفقنا عليه، ماشي، اللي هو البروبابيلتي بتاعت مثلا القيمة الأولى اللي هي ال 18% في الإكس ناقص البروبابيلتي الإكس ناقص الإكسبكتد فاليو اللي هي 0 ناقص 1.82% تربيع، فديت القيمة الأولى، بعد كده بلس التانية والتالتة والرابعة والخامسة وهكذا لحد ما نخلص الإيه كل الإيه الكلام ده كله. طيب هيديك قيمة 1.9، ديت الفيرينس. عاوز تحسب بعد كده الستاندرد ديفيشن، تجيب لي الجذر بتاع القيمة دي، فيديك إيه؟ فيديك الأوت اللي أنت عاوزه أو الستاندرد ديفيشن اللي أنت إيه اللي أنت طالبه، تمام كده يا جماعة؟ طيب ده الجزء المهم اللي كان موجود في السكشن ده كده، بحيث إن إحنا نبقى مركزين عليه في الامتحان، لأن الدكتور أكيد هيجيب حاجة زي كده في الامتحان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.